الحقيقه الفرحه كبيره وفرحه رائعه جدا لجمهور النادي الاهلي اللي يمكن كان ليه دور كبير النهارده رغم التحضير الجيد وقله العدد القليل جدا من جمهور النادي الاهلي، لكن كان مفعول السحر كالعاده، هتاف من اول دقيقه لاخر دقيقه، وهم دول لعيبه النادي الاهلي وهو ده جمهور النادي الاهلي. هنطمن اكيد مع كل لعيبه النادي الاهلي. اي رامي ربيعه كمان هنتكلم معاه طبعا ونبارك له على المباراه. رامي الف مبروك يا رامي يا جميل. انا عايز اتكلم على لقطه قبل ما اكلمك على حاجه. كل اللعيبه راحت لبست المدينه للكابتن محمود الخطيب، لقطه كبيره جدا بتدل على قيمه النادي الاهلي وقيمه الكابتن محمود الخطيب وحبكم الكبير للاسطوره كابتن محمود الخطيب. ببارك لك وببارك لكل اللعيبه وحابب تقول يا رب. بصراحه كابتن محمود يعني قيمه وقامه، يعني يعتبر اخ قبل ما يكون رئيس للنادي الاهلي. يعني زي ما انت شايف الراجل يعني معانا في الاوقات المناسبه جدا، بنقدره وبنحترمه، والراجل لما حد بيحتاج حاجه بيبقى واقف جنبه، فده اقل حاجه نديها له. ومبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم، وقفوا جنبنا ويا ريت لسه هتقفوا جنبنا تاني. لسه الموسم ما خلصش، لسه في عندنا حاجات كتيره هنعملها، ولسه في هنقع فترات ونقوم على رجلينا فترات، فاحنا لازم الجمهور يقدر حاجه زي كده، ولازم يقدر ان الماتشات كلها ورا بعض لو ملاحظين حتى ما بقاش فيه فرق بين احتياطي واساسي دلوقتي. الفكره كلها ان كلنا بنلعب ماتشات كبيره وتقيله ورا بعض، وموضوع الموضوع صعب. يعني في فرقة لو لعبت مثلا ثلاث ماتشات ورا بعض يقول لك احنا عندنا ضغط، احنا بنلعب ببطولات ورا بعض، يعني داخل افريقيا في السوبر في الدوري في الكاس، فانت عندك كمية ماتشات مش طبيعية. لو في فرقة عندها الكمية الماتشات دي هيقول لك احنا عندنا ضغط ثلاث ماتشات ورا بعض في اسبوع، فحرام. لا بس احنا استنى يا ابني شوية يا ابني. فأتمنى الجمهور يفضل مقدرنا ومستحملنا ويفضل شايلنا طول عمره، ده اللي واخدينه على النادي الاهلي. فهديتهم ان هم مستحملنا السوبر النهارده. نتمنى ان شاء الله بطوله افريقيا الاهم لينا والعشره، فمبروك ليكم وافرحوا، واحنا كمان من حقنا نفرح. فمبروك لكابتن محمود الخطيب. مبروك يا رامي يا جميل، ببارك لك وان شاء الله القادم احسن يكون باذن الله.